اخويا اش نقول لك اخويا، حنا راه تلقينا الخبر، راه صدمه، ولو كانت في السبيطار اخويا راه صدمه قويه بزاف. ما كناش كنتوقعوا، حيت كانت دائما حالتها مدوره، كتمشي للسبيطار وتجي ديما تنتمنوا راه غادا للسبيطار وجايه، ولكن ملي تلقينا الخبر ديال الموت ديالها راه جاتنا زعما صعيبه بزاف، ما تقبلناش، ولكن هي عزيزه والله عز منها، ما عندنا ما نقولوا. ديال اخويا كانت هي مزيانه مع الناس كلشي، ابار العائله هي كانت مزيانه مع الناس كلشي اخويا، راه سول الجيران ديالها راه كلشي يقولوا لك غير هادو مساكن اللي حداها اللي تيبيعوا الصنادل ومالي الحوانت كلشي، لدرجه هما تيقولوا لها مي، ما تيقولوش لها تمي الحاجه، تيقولوا لها مي مي. ويا مسكين وليدي، صباح الخير ولدي، تضحك معاهم، تقول لي من النكات، تقجم معاهم، يعني ما شنقول لك اخويا راه اخر مره شفتها البارح اخويا شفناها، كان معنا خالد البوعزاوي من القاره، مشى هو والدار دوا والعائله ديالنا، وكنا واقفين على الانعاش، دخلنا دوا مع خالد ومع العائله، تتجاوب معنا مسكينه بالعينين دياولها، والحمد لله اخويا تتلقينا الخبر مع الجوج ديال الليل. خويا الكلمة الأخيرة اللي قالت لي، أنا قبل ما تهبط الإنعاش نهار الخميس أنا كنت عندها، عيطات لي قالت لي أجي بوسيني، قالت لي أجي بوسيني، كانت كتهضر غير بشوية لأن الصوت كان شوية مشى ليا، تلقى عيطت عليا عايشة كنجي حداها وكنقول لها نعم عمتي اش قلتي، قالت لي بوسيني ودارت لي بحال هكا بيدها.